أهمية الجبار إيه في هذا التوقيت؟ أهمية الجبار إيه في هذا التوقيت؟ نعم إحنا بقى دلوقتي يبقى إحنا عرفنا الإعجاز بتاع الصناعة. نعم أولاً حضرتك إحنا شايفين إن يعني حضرتك الأحداث ملتهبة نعم. في كل حتة، وحوالي 55 60 وحدة بحرية حوالينا، يعني أيوة. سواء في البحر المتوسط أو نعم. في البحر الأحمر. كويس؟ وشفنا دور هذه السفن أو دور هذه البركة. أولاً أنا بأمن قناة السويس، وهي هدف من الأهداف، بأمنها على طرق الاقتراب، مش يعني في تأمين ده بيسموه بوينت ديفنس جنب القناة، ودي أي. بتقوم بيه الجيوش المدنية، الجيش نعم. الثاني والجيش الثالث مع القوات البحرية. أي في تأمين بقى طرق الاقتراب، وأنا ما يجيش مثلاً مركب ماشية في القناة حضرتك ويجي لها مسيرة. خلي بال حضرتك ان دلوقتي الثوره الصناعيه الرابعه عطت حاجات اسمها مضاعفات القوه. نعم. ايه مضاعفات القوه؟ فورس مالتيبلاير، زي الايه؟ زي المقلاع كده، خدت بال حضرتك؟ بحيث ان في منظمات دون مستوى الدوله، هذه المنظمات تستطيع انها توجه ضربات من مسافه 1000 كيلو. زي الروسيين مثلا. نعم خدت بال حضرتك؟ يعني احنا مثلا في اليمن، احنا اليمن كان عنده القدره دي، مصر في الحته دي كلها كان عندنا طياره جباره اسمها يو 16. ايوه خلاص، قاذفه استراتيجيه. النهارده منظمه ما عندهاش قاذفه استراتيجيه، لكن عندها حاجه عملتها الثوره الصناعيه الرابعه. تمام. عشان كده بقى يسموها، بقى عنده طياره استطلاع، وبقى عنده طياره يقدر يشيل بيها الاخير. نعم. هي لحمايه قناه السويس نمرة واحد. واحد حماية قناة السويس، خطوط الاقتراب لقناة السويس. تمام. خطوط الاقتراب في البحرين المتوسط والأحمر. هايل. حماية بقى مقدراتنا الاقتصادية. خلاص. منابع البترول والغاز، خلي بالك إن برضه. أيوه. حضرتك من أي حد من دول الجوار يعني. أيوه. يروح بعد حاجة الشركة اللي جاية إيمي دي مش جاية تحارب يعني، معلش. يعني لو حصل الله يقدر اي اجراء عدائي هيمشي، هينسحب. تمام. او هيزود التامين جامد جدا، بحيث ان يبقى الموضوع ما هوش افكتيف. نعم. بس افكتيف يعني. نعم. فالنادي يحارب، يبقى لازم انا اامن الوحدات. خلاص. وبعدين كمان لازم احقق ردع عشان ما يحصلش عليا حاجه. ايوه. يعني ردع، الردع بقى عبارة عن جزئين، جزء ان كل الدنيا تبقى عارفة قدرات القتالية طبعا، والجزء الثاني ان لو فشل الردع ابقى قادر على الانتصار. نعم نعم. يعني ما اقولش كده لا، وابقى قادر على ان انا فعلا اهدم العدو. نعم. او اكبد له خسائر كبيرة. نعم. بحيث انه يفكر ألف مرة قبل ما يعمل عمل عدائي معايا. هايل هايل. عشان كده اتفضل. وايضا حضرتك ان انا عندي مش بس ملاحه وخطوط ملاحه، انا عندي كابلات دوليه ماشيه. ايوه. عندي كابلات. نعم. للاتصالات. نعم. كابلات للانترنت. نعم. عندي بواني ليا لازم احميها، لان اي مينه من دول او اي سفينه حامله ليا من الممكن ان تتعرض لاعمال عدائيه. نعم. بتلبس هذه المنظمات. نعم. وبعدين كمان عندي جزر منعزله. نعم. خلي بال حضرتك في البحر الاحمر عندي جزر منعزله، احنا ما حدش بيجيب سيرتها، لكن أي. البحريه حطاها، والقوات المسلحه حطاها من ضمن الخطط الدفاعيه. نعم. وبعدين عندي مراقبه ليلا ونهارا، دلوقتي بقوا يسموه ايه؟ اللي هو الماريتايم دومين. نعم. يعني اللي هو المساحه كبيره، يعني اللي يعني عشان تقولي لي بتعمل ايه حضرتك؟ ايوه. مساحه كبيره تلتين مساحه مصر. انا عندي في البحر المتوسط اما تحطي المياه الاقليميه 12 ميل. نعم. وكمان المياه المجاوره 12 ميل. نعم. وبعدين تروح حاطه 200 ميل. يطلع المساحه الاجماليه وتضربيهم في طول السواحل. يطلع المساحه الاجماليه اللي لازم تغطيها قواتنا البحريه. ده ايه الشيء العظيم ده يا سيدي؟ 300
ألف كيلو متر مربع. ما شاء الله، عشان كده بالظبط كده. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. سيد لواء بحري محفوظ مرزوق فعلا الجبار، يعني الاسم لما عرفنا تفاصيلها من سيادة اللواء محفوظ عرفنا ليه اتسمت الجبار، فعلا الجبار.